من كركوك انطلق دور الدرجة الأولى لكرة القدم في المباراة الأولى التي جمعت نادي الشرقاط مع نادي غاز الشمال، وبعد مباراة صعبة ارتفعت فيها حدة المنافسة انتهت بفوز نادي الشرقاط حاصلا على 3 نقاط خارج أرضه. طبعا المباراة الأولى ضمن الدوري العراقي للدرجة الأولى في ويا نادي غاز الشمال بكركوك، طبعا الأجواء رمضان وتعب الطريق، بس الحمد لله اللاعبين أبطال قدموا مباراة أكثر من رائعة، قدرنا نأخذ 3 نقاط من أرض الخصم. إن شاء الله بداية موفقة لنادي الشرقاط الرياضي، وإن شاء الله رايحين للدوري الممتاز. دون أي دعم حكومي يذكر، شارك نادي الشرقاط الرياضي في البطولة، لكن دعم عضو المكتب السياسي لحزب الحل في صلاح الدين كان حاضراً، فالرجل كان معهم منذ الوهلة الأولى، ورغم اختصاصه السياسي البعيد عن الرياضة، لكن تنافس كرة القدم لا يختلف كثيراً عن معترك وأروقة السياسة، فكما يتعاون اللاعبين لتحقيق الفوز، يتعاون هو حتى مع غير الحلفاء لتقديم العون لأهله والوقوف معهم في كل أزمة. بارك لي أهلنا في صلاح الدين، ومبارك لأهل الشرقاط بشكل خاص على هذه النتيجة اللي حقيقة هي هذا الطموح اللي اليوم إن احنا ننتزع هذه 3 نقاط في بداية الدوري الأول، وهاي إن شاء الله خطوة نعتقدها بالاتجاه الصحيح نحو تكملة الدوري. نادي الشرقاط طبعا بالإمكانات البسيطة تمكن في هذه الظروف الصعبة أن يصل إلى هذه الدرجة، طبعا قلة الدعم المادي وقلة الدعم حتى المعنوي من قبل وزارة الشباب والرياضة وأيضا الحكومة المحلية في صلاح الدين، ودعيناهم عدة مرات أنه يا حكومة محلية يا وزارة شباب ادعموا هذه الأندية التي اليوم وصلت إلى هذه المراحل، ولكن حقيقة لم تقدم شيء لهذه اللحظة. إن شاء الله بداية خير هاي المباراة، إن شاء الله نكون رقم صعب في هذه المجموعة ونكون أحد المرشحين ونخطف أحد البطاقات نحو التأهل إلى الدوري النخبة العراقي إن شاء الله في هذا الموسم. نشكر أستاذ مخلف بحضوره وتكبد عناء السفر، هو الدعم الأول لنادي الشرقاط في محافظة صلاح الدين، نشكره يعني في بغداد في ديالة في أي مكان كان هو أول شخص موجود معنا. رغم صعوبة الطريق الذي يقطعه نادي الشرقاط الرياضي للحصول على المراكز المتقدمة في البطولة، لكنه مصر على التقدم وإثبات الوجود. لقناة دجلة، محمد الصالح، كركوك.